السلام عليكم. اليوم جبت لكم تحلية سهلة، ثلاث مكونات، ان شاء الله تعجبكم. نبدأ بالمقادير تاع الكريم. عندنا كاس حليب، مغرف سكر، مغرف فانيليا صغيرة، مغرف مايزينا صغيرة، 2 صفار بيض. نبدأ نحطو في كاسرولة، كاس حليب، مغرف سكر كبيرة، مغرف فانيليا صغيرة، مغرف مايزينا صغيرة، 2 صفار بيض. نديرهم ابتي فو، نبقاو نحركو فيهم حتى اللي تتقال. هذه الخطوة الأولى باش نوجدو لاكريم. من بعد نمرو للمقادير الأخرى. عندنا بيسكوي ساك، عندنا الخوخ، الكركاع، لاكريم. ها هي واجدة، مكونات بسيطة. ناخذ القوالب اللي غادي نعملو فيهم، نبداو نعمرو كل واحد كيفاش يبغي يعمر. خدينا الطبقة الأولى، درنا الكاطو، من بعد درنا الخوخ، عاود زدت الكاطو، عاودنا الخوخ، هكا تجي مدرجة في الألوان. ورقاع اللي يحب غير ديكوري به، معليش اللي ما عندهش بزاف نجمو ديرو اي حاجه واحده اخرى. كوكاو. انا عطيتكم الفكره وانتم حرين في الشكل النهائي تاع التحليه تاعكم.
هي التحلية بشكلها النهائي، ما تاخدش بزاف من الوقت، تعملوها تقدروا في 5 دقائق. شهية طيبة.